وأما مدير رياحنا اللي يحل كضيف شرف في هذا المسلسل لم يستطع أن يتحمل. تحمل مش بتحمل. لا يعني فيضانات كانت مبارح واليوم يعني خلص هو هيك جو المسلسل كامل لأنه راح نضل نصور فيه لا يعني بداية شهر 4 فالشتاء فالأجواء كلها شتاء ولكن بغزارة الحمد لله. ولكن هذا الشيء لم يؤثر عليه خلال تصوير مشاهده بشخصية رماح المسؤول عن مجموعة من قطاعي الطرق. يا رجال خلوا البواريد، صوت البارود يجيب الغريب، نقتلهم بالسيف والخنجر. ورغم جدية دوره إلا أنه حاول قدر المستطاع أن يغير الأجواء بعفويته. ولكنه ما لبث أن عاد إلى جديته بعد تعرض شاب من طاقم العمل إلى إصابة في قدمه فلم يفارقه حتى اطمأن عليه. أحمد ما تعيط يا حبيبي، أنت يا حبيب عمري. ألف سلامة. وهذه الأمور متوقعة في مواقع التصوير. أما بالنسبة لمنذر رايحنا فهذا لن يكون المسلسل البدوي الوحيد اللي سيشارك فيه، وإنما سيشارك أيضا في مسلسل حارس الجبل اللي سيتم تصويره في أكثر من مكان ما بين الأردن والإمارات والمغرب، وأيضا كشف لنا عن تحضيره لفيلم سينمائي مع طارق لطفي.